إذن ينطلق الآن سيداتي وسادتي الشوط الأول لمسافة 1400 متر لجياد الإنتاج المحلي المبتدئات لعمر 3 سنوات فقط بمشاركة 6 من الجياد بانطلاقة زلازل يتصدر البداية مع الفارس ألبرتو سانا، ثم تأتي في المركز الثاني أول أغلو مع الفارس روزي جاسب، بينما المرشح الأول هيد هيلد هاي يأتي في المركز الثالث والميثم تحتل المركز الرابع ونيوز بريكر يأتي المركز الخامس. وتأخر لي ختامي في هذا الشوط مع الفارس أندرو إليت. إذن حتى الآن زلازل يتصدر السباق من نسل بلو سار، ثم تأتي في المركز الثاني أولا جلو مع الفارس روزي جاسب، المركز الثالث تتواجد الميسم مع الفارس عدنان جعفر من الخط المستقيم باتجاه خط النهاية. زلازل حتى الآن يتصدر السباق من البداية ألبرتو سانا، وتأتي في المركز الثاني الميسم مع الفارس عدنان جعفر. المركز الثالث يتواجد المرشح الأول هيد هيلد هاي الذي بدأ في الانطلاق مع الفارس بريد دويل. إذن حتى الآن زلازل يتصدر السباق، بينما المرشح الأول الآن في محاولة لخطف الصدارة. إذن ختامي في صدارة هذا الشو، هنالك أيضا محاولات من قبل زلازل. إذن أيها السيدات والسادة، زلازل واحد هيلد هاي، فعلا زلازل من يفتتح السباق ويخطف أول أشواط الأمسية.